حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام من الرافدين، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بها من العناوين. في القدس العربي، تشكيك بوراء رواية السلطات العراقية عن مقتل ناشطة ووالديها. في صحيفة الزمان، لجنة تعديل الدستور العراقي قد تقترح تقليص عدد النواب وقيام المجلس الاتحادي. أما في العربي الجديد، مخاوف عراقية من ارتدادات إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. في موقع الهيئة، تسجيل 67 وفاة و 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. في الاتحاد الإماراتي واشنطن، حزب الله يخزن نترات الأمونيوم في أوروبا. أما في الشرق الأوسط، مع زيادة الوفيات، كورونا يضع إيران كلها في التصنيف الأحمر. وفي اندبندنت عربية، الخوف من موجة ثانية لكورونا يدفع بريطانيا إلى فرض تدابير جديدة للإغلاق. سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على عمل لجنة التحقيق العليا بقضايا الفساد التي كونها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن اللجنة تواصل عملها بدعم من قوات جهاز مكافحة الإرهاب. أعلنت اعتقال أكثر من 10 شخصيات بتهم الفساد. وأضافت الصحيفة أن هذه الحملة ضد الفساد هي انتقائية، فهي تستثني حتى اللحظة قيادات الصف الأول من السياسيين العراقيين المشتبه بتورطهم في أعمال فساد. الصحيفة تقول إن المعلومات التي حصلت عليها عن غياب أو توجه لتوسيع الحملة خلال الفترة المقبلة لأسباب عدة، فضلا عن تمكن عدد من المتهمين من الفرار إلى خارج البلاد، تطرح علامات استفهام عدة حول جدواها في ظل الانتقائية التي تطبع عملها والإقرار المسبق بمحدوديتها. وتنقل الصحيفة عن نائب بارز في البرلمان ومقرب من رئيس الحكومة قوله إن اليومين المقبلين سيشهدان إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سابقين وحاليين بتهم فساد وإضرار بالمال العام ومخالفات تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وتابع النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن لجنة التحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية خصصت مكان حجز داخل المنطقة الخضراء يخضع المعتقلون فيه للتوقيف على ذمة التحقيق، وقد منعت عنهم الخروج بكفالة فيما تم تكليف قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بحماية المكان. وأضافت الصحيفة أن الكاظمي منح اللجنة صلاحيات واسعة في هذا الإطار، لكن ليس منتظراً منها أن تحقق أو تستهدف شخصيات الصف السياسي الأول المتهمة بالفساد، لأن الخطوة أكبر من قدرة حكومة الكاظمي بكثير، لذا فإن الاستهداف سيكون وفق قاعدة العمل بالمستطاع. وأضافت الصحيفة أن مصادر حكومية كشفت عن أن بعض الشخصيات التي عليها شبهات فساد والتي وضعت على لائحة المطلوبين بقضايا فساد من أعضاء البرلمان الحالي تتمتع بحصانة برلمانية، وقد استغلت هذا الأمر وهربت خارج العراق في اليومين الماضيين. جميع الذين وقفوا ومن سيشملهم التوقيف في إطار ما اصطلحت عليه الحكومة حملة مكافحة الفساد لم ينزلوا من السماء إلى مناصبهم، وإنما كانت رؤوس كبيرة تقف وراء تعيينهم ودعمهم واستمرارهم. هذا ما ذكره فاتح عبد السلام في صحيفة الزمان، الذي أكد أن عدم ملاحقة الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال الفساد تثير شكوكا عن جدية حملة مكافحة الفساد. من الصعب أن نتوقع أي نتائج حاسمة في هذا الملف ما لم تشمل التحقيقات الوجوه الظاهرة والبطانات والواقفين في الكواليس. هناك شكوك لدى الناس لا يمكن تجاوزها إزاء ما يحدث، ربما بسبب فقدان الثقة بالحكومات جميعاً من دون استثناء بعد أن خربت البلد وبددت أمواله وتركت الساحات مرتعاً للناهبين.
لذلك ستكون إجراءات اليوم في توقيف شخص ومساءلة مسؤول تحت عيون التدقيق بل والشك أيضاً، حتى تكون هناك صيغة واضحة من الإجراءات الشفافة في ملاحقة ملفات الفساد. ما يقلق العراقيين هو أنهم لم يطلعوا على الغايات الدقيقة في توقيف المسؤولين من ذوي الدرجات المتوسطة. حين حدثت إجراءات مماثلة في مصر كان هناك إعلانات واضحة عن المبالغ المطلوب استردادها وجرى الكشف عن الأسماء المطلوبة داخل مصر وخارجها بوضوح. في العراق الأمور مكشوفة منذ سنوات بعيدة، وحتى الطفل يعرف أن الحرامية أكثر من الصالحين في المشهد العام بالبلاد، ومن باب أولى أن الجهات المختصة تعرف كل التفاصيل وأن الكشف عن المطلوب بدقة من المهام السهلة والممكنة. هذا وأبدى الكاتب مخاوفه من أن تكون أو يكون هذا العمل الحالي هو استعراضي فيه مسحة سياسية غير مباشرة ربما لا تدركها الحكومة، لأن جهات سياسية تريد إبقاء عبء الفساد على جهات أخرى وتقديمها أهدافا مشبوهة أمام الحكومة المتحمسة لإثبات الوجود. مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قيامها بإعادة الأرشيف العراقي إلى بغداد تسود مخاوف من أعمال انتقام جديدة بسبب ما يحتويه هذا الأرشيف من وثائق وأسرار. فاروق يوسف ذكر في موقع ميدل إيست أونلاين أن هذه المخاوف تعيد إلى الأذهان حملة الاغتيالات والاجتثاثات التي حصلت بعد عام 2003 والتي شملت مئات الآلاف من العراقيين الذين لم يكن ذنبهم سوى أنهم كانوا موظفين في الدولة العراقية. كانت هيئة الاجتثاث تستند في قراراتها على وثائق هي جزء من أرشيف الحزب الذي حكم العراق 35 سنة. يومها استولت مؤسسة الذاكرة العراقية التي كلف كنعان مكية من خلالها بجمع أرشيف الدولة العراقية وبضمنه كل ما يتعلق باليهود العراقيين قبل تسفيرهم. كان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحالي أحد مدراء تلك المؤسسة التي لم تستمر في العمل طويلاً واختفت. ما يتعلق باليهود تم تسليمه إلى إسرائيل، أما أرشيف الدولة العراقية فقد تم تسليمه إلى إحدى الجامعات الأمريكية التي يقال إنها رممته من أجل البحث العلمي. تلك كذبة. ما يقصد بالبحث العلمي هو عبارة عن عمل مخابراتي يراد منه أن يلاحق العراقيون بعضهم البعض الآخر وأن تكون التصفية الجسدية هي أساس التحول من حقبة سياسية إلى حقبة أخرى. اليوم يجري تسليم أرشيف الدولة العراقية إلى العراقيين، ولكن من هم العراقيون الذين يجري تسليم ذلك الأرشيف المهم على المستوى التاريخي لهم؟ إنهم زعماء ميليشيات أو عملاء مباشرون لإيران أو قتلة وقطاع طرق تسيرهم عقدة الانتقام منذ أن كانوا لاجئين في إيران يحاربون بلدهم ضمن فصائل الحرس الثوري الإيراني. وأضاف الكاتب أن ذلك الأرشيف سيعتمد لبداية حقبة جديدة من الثأر والانتقام، فالعراقيون الذين رفضوا المصالحة مع ماضيهم على أساس المواطنة التي يتطلب العدل فيها إجراء كثير من التسويات هم اليوم في أشد الحاجة إلى وثائق تجعلهم يشعرون أنهم على حق. يحتفل العالم يومياً في 15 من شهر أيلول سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للديمقراطية. جاسم الشمري ذكر في موقع عربي 21 أن تجربة الديمقراطية القائمة في العراق بعد عام 2003 تعد من التجارب المشوهة لدرجة مقززة بحسب تعبير الكاتب، وأن العراقيين لا يدرون من هم الذين يقودون بلادهم. يفترض في ظل النظام الديمقراطي أن يكون البرلمان هو السلطة الأبرز باعتباره يمثل الشعب، لكن اليوم في العراق هنالك قوى دينية وسياسية أمام الستار وخلفه هي التي تحرك غالبية ملفات البلاد السياسية والأمنية. هذه القوى الدينية والسياسية تصدر تعليماتها المباشرة وغير المباشرة للسياسيين، وبعد عدة ساعات نجد بيانات الامتنان والمباركة والقبول لتلك التعليمات.
وكأن من أصدروها هم الذين يقودون البلاد، وكأن البلاد خالية من البرلمان وليس فيها أي حكومة. هذا الوضع غير الصحي يؤكد أن الديمقراطية العراقية لا تشبه الديمقراطيات الأصيلة في معاقلها، وربما نحن أمام نوع مشوه من الديمقراطية هي أقرب إلى الدكتاتورية منها إلى الديمقراطية، وهي في غالبية تطبيقاتها دكتاتورية بثياب ديمقراطية مزركشة. ولم يبقى من مدلولها سوى ذلك الاسم المنمق البراق. لقد أخفقت الديمقراطية العراقية في تحقيق غاياتها، بل ربما يمكن الجزم بأنه لا وجود أصلاً لنظام حكم ديمقراطي حقيقي في العراق. وعلى نقيض من ذلك، هنالك مؤسسات دينية تتحكم بقوة في إدارة الدولة، والغريب هي تلك الاستجابات الرسمية العاجلة لتطبيق تعليمات أو أوامر المؤسسات الدينية، وهذا لا يتفق مع أبسط مبادئ الديمقراطية في أي مكان من العالم. وأضاف الكاتب أن الحقيقة المرة التي يتهرب منها غالبية الساسة العراق هي أنه لا يمكن بناء ديمقراطية نقية مع وجود ميليشيات متوحشة تعبث بسيادة الوطن وأمن المواطن، ولا ندري في نهاية المطاف لمن الغلبة، للديمقراطية أم للميليشيات؟ أخفق السياسيون ورؤساء الكتل السياسية والطوائف في لبنان بالتوافق على بعض الشخصيات في الحكومة، ولا سيما وزارة المالية التي يتمسك رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري يتمسك بأن تكون من حصة كتلته، مما دفع الفرنسيين إلى تمديد مهلة تكوين الحكومة يومين إضافيين. صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت في افتتاحيتها أن السياسيين اللبنانيين يضعون بلدهم أمام فوهة بركان مدمر بإصرار بعضهم على التمسك بمنطق المحاصصة الطائفية في أثناء تكوين الحكومة. توزيع الحقائب في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب يواجه تعقيدات طائفية ومذهبية قبل أن تكون سياسية، والتمسك بأن تكون حقيبة معينة في يد طرف دون آخر كما يشير إلى ذلك التحالف الشيعي حزب الله وحركة أمل يزرع الكثير من الألغام في طريق التسوية، ويبقي البلاد في مرحلة غليان قد تقود إلى كوارث ما لم يتخلى البعض عن شروطه وفرضها على الآخرين. تمثل حقيبة المالية أبرز العقد في طريق إخراج الحكومة إلى النور، مع أن الوزارة لم تكن في حكومات سابقة محصورة بتيار بعينه، لذلك فإن رفض فكرة تداول السيطرة على الوزارات يحبط الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين. تبدو حقيبة المالية القشة التي يمكن أن تقصم ظهر البعير، لأنه من الواضح أن بري لن يتخلى عن الوزارة، ويرى في موقفه منطقاً أهم مرتكز له أن التشكيل برمته لم يتشاور معه فيه أحد، وهذا يعني أن المواجهة السياسية القائمة اليوم قد تتحول إلى مواجهة مسلحة، خاصة في ظل وجود السلاح في أيدي العديد من الكتل والطوائف، وأن تجنب الانفجار الكبير يكمن في اعتذار رئيس الوزراء المكلف عن تشكيل الحكومة على أن تبدأ العجلة بالدوران من جديد. الصحيفة ترى أنه في مطلق الأحوال فإما أن تتكون الحكومة وينتصر لبنان لمشروع المستقبل، أو يعود الجميع إلى المربع الأول ويكون السلاح بديلاً لخيار السلام، ولا يزال الأمل قائماً في أن يسود العقل ويمضي الجميع في طريق إعادة لبنان، بناء لبنان الجديد. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الكيان الصهيوني غير قوانينه وعدل سياساته من أجل تحقيق هدف واحد هو حماية الاحتلال، لكن لا اتفاق تطبيع سواء مع الإمارات أو البحرين سيحقق لهذا الكيان الغاصب السلام. وأكدت صحيفة في مقال للكاتب الفلسطيني رجاء شحادة أن سياسات الاحتلال العنصرية في فلسطين لا تقوم سوى بنخر هذا الكيان الغاصب من الداخل. الصحيفة تقول إنه وبعدما يربو على ربع قرن من المصافحة بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في أيلول عام 93 و900 وألف،
بمناسبة توقيع اتفاقية أوسلو، تمكنت إسرائيل من تحويل احتلالها للأراضي الفلسطينية من عبء إلى مكسب. وبموجب هذا التحول بات ما كان ينظر إليه طويلاً على أنه مسؤولية، أي الانتهاك الصارف للقانون الدولي، سلعة قيمة إسرائيلياً. ويعد استيعاب هذا التطور بحسب الصحيفة المفتاح لفهم سبب قيام الإسرائيليين بتوقيع اتفاقيتي سلام مع دولتين خليجيتين بعيدتين جغرافياً، وليس مع أقرب جيرانهم الفلسطينيون الذين لا يمكن من دونهم أن يتم التوصل إلى سلام حقيقي. وتؤكد الصحيفة أن إسرائيل تعلمت خلال السنوات الأخيرة كيف تدير ملف الاحتلال إلى الأبد وبأقل تكلفة. فمنذ مطلع الاحتلال في حزيران عام 67 و900 وألف، كانت إسرائيل غير راغبة في الاعتراف بالشعب الفلسطيني أو التنازل عن سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق السلام. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل اقتنعت الآن بأنها تستطيع إدارة الاحتلال بدلاً من إنهائه، بل بدأت تنظر إليه على أنه ميزة، حيث حولت مثلاً الأراضي المحتلة إلى مختبر مفتوح لتجربة الأسلحة وأنظمة المراقبة وتسويقها لشركاء كثر منهم حليفها الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت الصحيفة أنه مع هذا الاستثمار المالي في الاحتلال ومع كل التحريف للقوانين المحلية حماية لمشروع الاستيطان غير القانوني والانحرافات السياسية لكسب حلفاء مستبدين، فإن هذه السياسة لا تقوم سوى بنخر الكيان الصهيوني من الداخل وتحويله إلى كيان فصل عنصري يحكم ملايين الفلسطينيين من دون وجه حق. أعلنت شركة كانتاس للطيران الأسترالية أن جميع التذاكر رحلة للشركة تستمر لمدة 7 ساعات من دون توقف حول أستراليا للمسافرين الذين فقدوا تجربة السفر الجوي قد نفذت في غضون 10 دقائق. ومن المقرر أن تقلع رحلة غريس ساذرلاند ذات المناظر الخلابة من دون وجهة من مطار سيدني في 10 من شهر تشرين أو أكتوبر من دون الحاجة إلى جواز سفر أو حجر صحي. ستأخذ الطائرة وهي من طراز بونغ 787 دريم لاينر مسار طيران منخفضا فوق مناطق الجذب الشهيرة كأولورو والحاجز المرجاني العظيم وميناء سيدني قبل أن تعود مرة أخرى من حيث انطلقت. وقد بيعت المقاعد الاقتصادية بنحو 780 دولاراً أسترالياً، أي ما يعادل 570 دولاراً أمريكياً، بينما بدأ سعر تذكرة درجة رجال الأعمال من 3787 دولاراً أسترالياً. وأضافت شركة الطيران الأسترالية التي تلقت ضربة مالية كبيرة بسبب جائحة كورونا أنه إذا كان هناك طلب فإنها ستنظر بالتأكيد في القيام بمزيد من هذه الرحلات ذات المناظر الخلابة. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.